يزيد هو الان حنا عندنا في المنار، المنار واحد قلبتي لبينا له الدعوه، حتى اي واحد دخل الفيسبوك علق قلب له الدعوه. الان عم نبداو بالتعقيم في المنزل ديال مصطفى الدحمان، تحياتي لكم. أو إبراهيم نادي النهضة، رئيس النهضة، كيعقمنا الدار، كيعقمنا الدروج، هو طالع مع الدروج تال 16 إن شاء الله. ها هو زيد اخ احمد، مرحبا بخير. لا حول ولا قوة الا بالله. كنت معايا في الطاكسي قلت لك ابراهيم صاحبنا. الله يبدي نهار اختي كانت تولد. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.